يا مساء السعادة، يا مساء الفخامة، يا مساء الجمال. وين موجودين؟ موجودين بقاعة أفراح المملكة الذهبية. ما شاء الله تبارك الله، أجمل ليلة عمر تكون في أجمل مكان. ناخذ جولة نتعرف على مرافق القاعة، وجايب لكم عرض، وأكيد العرض راح يكون قوي ومميز. المملكة الذهبية مهتمين بأدق التفاصيل. طبعا القاعة اللي نشوفها تتسع إلين 500 شخص. الحلو موضوع التنوع، حاطين لك هنا كنب في الجانب بالإضافة إلى الطاولات والكنب الموجودة على الممر، عاطي المكان فخامة. نصور لكم الممر من قرب، تلاحظون كده لونه الجميل واسع مرة حلو. وهذه الكوشة، طبعا الكوشة تكون مجانية، وفي عندهم عدة كوشات، الكوشة اللي تناسبكم تختارونها. هذا الدور العلوي، هذه غرفة خاصة مع دورة المياه إلى العروس، وهذه غرفة خاصة بالتصوير مرة حلوة. وهنا غرفتين، واحدة إلى أهل العروس وواحدة إلى أهل المعرس. والحلو عاطينك هنا خصوصية مدخل خاص في العروس، وهي طالعة إلين الغرفة. حركة الدرج مرة عجبتني، عاطية المكان كده فخامة إلى العروس وهي نازلة. وهذا مدخل الاستقبال، وهذه قاعة البوفيه، خلنا نصور لكم البوفيه من الداخل. وهذه قاعة البوفيه ما شاء الله تبارك الله مرة ضخمة، تتسع إلى 400 شخص، تصميم حلو ومميز. وهذه دورات المياه الله يكرمكم. وهذه مواقف السيارات زي ما انتم شايفين مرة واسعة، موقعها جدا مميز، حلة محيش، سهولة الوصول إليها يا جماعة. هذه الإشارة اللي فيها الرمية الزرقاء، وهذه هي المملكة الذهبية. طبعا على نفس الشارع هنا يجيكم البرستيج وتجيكم دانة الربيع. حلو، طيب في عرض مميز، أكيد في عرض مميز، متعودين أقوى العروض أجيب لكم إياها. المملكة الذهبية والبرستيج والذهبية، ثلاث القاعات عاملين عليهم عرض من اليوم إلى نهاية السنة. وأنا أتوقع يا جماعة أن هذا يعتبر أقوى عرض. تخيلوا يا جماعة كل هذا وبكم؟ خلني أقول لكم أول الخدمات وأقول لكم بعدين السعر. العرض راح يكون الكوشة من اختياركم، راح يكون الشاي، القهوة، المكسرات، الماي، الكلينكس، كل هذا راح يكون مجانا. بالإضافة للبيتي فور والمعجنات، خلصنا؟ لا ما خلصنا. راح يكون في بوفيه مفتوح إلى 50 شخص مجانا، أو لو حبيتوا تستبدلوا البوفيه بمئة وجبة تختاروها لحم أو دجاج مع رز. كل هذا الباكج بكم؟ صدق أو لا تصدق راح يكون بعشرة آلاف ريال فقط.